بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا نتكلم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا الاستدلال. كان في حتة صغيرة كده اللي هي التمذهب، كنا فوتناها المرة فاتت، بيقول ايه؟ التعصب المذهبي مذموم، مذموم لم يعرف على القرون الثلاثة الأولى. لم يكن في القرون الثلاثة الأولى تعصب مذهبي، فيش واحد يقول أنا حنفي، أنا شافعي، أنا مالكي. ها، التعصب ده نشأ في القرون المتأخرة لما انطفأ عند كثير من الناس نور العلم واتباع الدليل، فبدأوا يتعصبون للايه؟ للمذاهب. بل ربما البعض يأخذ بالمذهب دون النظر إلى الدليل، يقول لك أنا مذهبي حنفي خلاص، أخذ بقول الايه؟ مذهبي في كل شيء، ها، وتاني مالكي. فده مما زاد تفرق الأمة، تفرق الأمة. بل يعني هذا أوقع كثير من الناس في حرج، في احتقار علماء آخرين مش على المذهب. تعرف أن أحد متعصبة مذهب أبي حنيفة بلغ به التعصب درجة بشعة جدا، أن وضع حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مدح أبي حنيفة وذم الشافعي. بيقول الحديث ساق كده بسند، ها، بيقول ليكونن رجل في أمتي يسمى أبا حنيفة هو سراج أمتي، ورجل آخر يسمى محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، بيذم مين؟ الشافعي رحمه الله. فده من التعصب الايه؟ المذهبي. وان البعض بدا يرد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ايه؟ نصره المذهب. يقول ايه؟ يقول لك ما الحديث دوت اللي انت بتقوله اكيد الامام كان عارفه، سابه ليه؟ عنده دليل ارجح منه. خد بالك، وده تعصب مذموم. انت الواجب عليك تعظيم حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما تقولش الامام ادرى مني. لما يثبت ذلك ان عنده دليل ماشي، لكن ما ثبت ان عنده دليل. الاصل تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام وكيع بن الجراح كان بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي، اشعر الهدي، اشعر الهدي ده اللي هو جرحه في اعلى السنان يسيل منه قطر الدم ليعلم ان ده هدي يهدى الى بيت الله الحرام. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي، فواحد قاعد من اهل العراق قال ولكن عندنا في العراق يقولون هذا مثله، يعني لا يجوز لا صح مثله. فخطب قال ما احراك ان تحبس ولا تخرج من الحبس حتى ترجع عن قولك هذا؟ اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول مثله؟ ازاي تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان الواجب على الجميع ان يتعصب للدليل، ها، وان ياخذ بالدليل، ها، لان كل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونعني به، نعني بالتعصب ان يتمسك بالمذهب بعد وضوح السنه في خلافه. اما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام باصل الاتباع فعليه جرى عمل الائمه والعلماء، فالتمذهب جائز وليس بلازم، وجوازه مشروط بعدم التعصب. يعني المقصود ان انت لو هتتعلم من كتب المذاهب فقه حنفي مثلا، فقه الشافعي، مفيش اشكال تعلم، بس لازم تبقى عارف ان اذا وجدت مساله فيها دليل يخالف المذهب ماذا تفعل؟ تاخذ بالدليل. عشان قلت لك قبل كده ان واحد بيسال امام السبكي احد ائمه الشافعيه، يقول له يا امام انا مذهبي شافعي ووجدت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبي في مسألة، قال له ايه؟ ها؟ قال له تخيل، ايوه تخيل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك، يسعك ان تخالفه؟ ممكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول اصل انا معلش شافعي المذهب، اصل انا حنفي يا رسول الله، ها؟ والخلافات المذهبية كثيرة، وما في مذهب من المذاهب الا وغابت عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة. تعزب عنه سنة يعني تغيب عنه سنة. إذا كان السنن
بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يعني عمر رضي الله عنه غابت عنه سنة الاستئذان، وغابت عنه حكم المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكن أم لا، إلى غير ذلك كثير وكثير. وكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم هل عندكم علم في هذا أم لا. طيب، مصادر أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع. البدع كلها مذمومة يجب حربها، ما في هناك بدعة حسنة. فتح باب البدع يا إخواني يؤدي إلى التزيد والتقول على الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى إيجاب ما لم يجبه الله عز وجل. تعرف مما أفسد دين النصارى؟ أن جعلوا التشريع لغير الله، يعني صيام النصارى مثلا زاد زيادة كثيرة جدا عبر العصور، لم يكن لهذه الصورة. شايف 55 يوم إمتى وكم يوم إمتى؟ ها؟ زودوه بسبب الابتداع في الدين، إن هم جعلوا للأحبار والرهبان جعلوهم أربابا من دون الله، فجعلوا يشرعون لهم من ما يحصل حاجة، ملك من الملوك مثلا ينتصر أو يكون في حدث عظيم عندهم، يقولوا خلاص نصوم 10 أيام شكرا لله، ويصبح هذا الأمر لازم وحتمي وفرض. شوف الشريعة الإسلامية حافظت هذا الأمر، حافظت وجعلت سياجا حول الفرائض. لذلك شوف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة، أن توصل النافلة بالفريضة، واخد بالك؟ حتى قال عمر بن الخطاب لقد هلك أهل الكتاب، شوف أن لم يكن لصلاتهم فصل، لما رأى رجل بعد صلاة الفريضة قام يصلي النافلة قال له اجلس. ليه؟ ممكن لما يندثر العلم الناس تفتكر أن المغرب 5، لو الناس الإمام يسلم راح أيمين يصلي ركعتين كمان يفتكروا أن دي فريضة. لا، لازم يبقى فيه فصل بين الفريضة والنافلة. شوف كمان في الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو إيه؟ أو يومين. بعد ما يخلص رمضان يجب عليك أن تفطر، اللي هو يوم إيه؟ يوم العيد، عشان يبقى فيه فصل بين الفريضة وبين إيه؟ النافلة، حتى لا يزاد في الدين شيء. فربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا أكمل علينا الدين. يعني بعض الناس بيستحسن بعض الأدعية وبعض الأذكار في مواطن معينة، نقول إحنا لو فتحنا هذا الباب ها لأصبح باب الاستحسان ده باب واسع جدا. يعني على سبيل المثال مثلا عند العقود، عقد الزواج والخطبة لازم إيه؟ الفتح، صح؟ آه، عشان إيه يبقى الموضوع تام، يقولك هنقرأ الفتحة. قراءة الفاتحة في مثل هذا الموطن التزامها بهذا الشكل بدعة مذمومة. طب واحد بيقول الله قراءة الفاتحة حرام، مش حرام، لكن انت وضعت الشيء في غير ايه؟ موضعي. الفاتحة لها وقت تقرأ فيه، اي واحد بيقرأ الفاتحة برضو عند القبور، الفاتحة له ها؟ فتحة للميت يعني، الفاتحة على روح المرحوم، مش معنى الفاتحة؟ طب هو البقرة على صوت على روح المرحوم، آل عمران، مش معنى هذه الفاتحة؟ واخد بالك؟ طب ما الفاتحة وغيرها ها؟ لو فتحنا الباب دوت يعني لسه واحد بيقول الناس هتاكل، هتشيكوا السنة اقروا الفتحة، الفتحة للأكل؟ اه ايه مشكلة؟ فواحد يقول هو الفتحة للأكل؟ قال والله مش خير يا أخي، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اقرأ يا أخي الفتحة. خلص الفتحة، اقرأ آية الكرسي. اه يا ويلك بقى لو قعدت عند واحد بخيل مبتدع مش هياكلك النهاردة ها؟ لا خلص المصحف كله، مشكلة كبيرة دي ها؟ وضع الشيء في ايه؟ في موضعه جميل، وضع الشيء في غير موضعه قبيح، حتى لو كان حقا، حتى لو كان جميلا. البدع كلها مذمومة يجب حربها، وسواء كانت هذه البدع في العقيدة كبدع الجهمية والمعتزلة. الجهمية دول غلاة في نفي الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة خصوصا، والشيعة، الشيعة الرافضة، وفي الشيعة الزيدية. الشيعة الرافضة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بركنية الإمامة، والمرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، والجبرية الذين ينفون إرادة الإنسان، والقدرية الذين ينفون تقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. أما في العبادات كالأذكار المبتدعة والصلوات المبتدعة، طبعا ذكرنا احنا أمثلة للأذكار المبتدعة دي، والأذكار المبتدعة دي كثيرة خاصة في الطرق الصوفية، لكل طريقة الأذكار، طريقة الحصفية
طريق الأحمدية إلى غير ذلك. والصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب وغيرها من الصلوات. كان بعض الناس يعني وضع حديثا عليهم الله سبحانه وتعالى ما يستحقه في مسألة تكثير الصلوات، يقول أن من ترك عدة صلوات وإن كان صلوات 100 سنة يأتي في آخر جمعة من رمضان فيصلي 4 ركعات ها فيها الفاتحة وقل هو الله واحد، فإذا صلى هذه الصلوات الركعات 4 كفر الله عنه ذنوب 1000 سنة. فقال السائل طيب وهو لم يعش 1000 سنة؟ قال يغفر له ولأهله ولأقاربه. وإن كان ترك الصلاة وفعل المنكرات، بالله عليك الكلام ده يشجع الناس عليه، فعل معصي صح كده؟ ده بالجملة حضرتك، ده مش ليه بس، ده ليه وليه والقرايب، فده بدعة مذمومة خطيرة ها تبطل دين الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر العلماء ما ابتدعت بدعة إلا زالت مكانها سنة. يقول أو في المعاملات كتأسيس القواعد المخالفة للسنة، قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن ذلك يعني فرض الضرائب على الناس والمكوس وأخذ أموالهم بطريقة غير شرعية، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني يجب جمع الزكاة وحث الناس على الصدقات والتبرع لأنواع وأبواب الخير، لكن لا يجوز إلزام الناس بمبالغ معينة بطريقة ونظم معينة، إنما هي تشريعات غربية وأمور مستوردة ليست في دين الله سبحانه وتعالى من شيء. وسواء كانت بدعة حقيقية وهي ما ليس له أصل في الدين، أم إضافية وهي ما له أصل في الدين. بدعة حقيقية يعني أمر مبتدع ملوش أصل في الدين تماما، يعني مثال واحد يحتفل بيوم معين ها ويجعله عيد للناس ويعظمه، البدعة بقى الإضافية دي يبقى شيء ليه أصل في الشرع، مثل مثلا الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، واحد يذكره بطريقة معينة زي اللي يقعد مثلا ايه يتنطط ها الواحد يقول الله حي وكلام من هذا الايه القبيل، فدي بدع إضافية. والبدع كلها مذمومة، الحقيقية منها والإضافية، فكل ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ولذلك المبتدع يجهد نفسه ويتعب نفسه في ما يظنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهو يبتعد عن الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا في حين أن العمل مردود غير مقبول عند الله سبحانه. الآية دي نزلت في صنفين، صنف عنده فساد في الإرادة، والصنف الآخر عنده فساد في العمل في الاتباع، لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاص واتباع، إخلاص واتباع، فاللي عنده فساد في الإخلاص يبقى بيحسب أنه يحسن صنعه وهو يسيء، يعني يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى رياء، فنقول له هذا العمل حابط غير مقبول. قال سبحانه وتعالى اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجرا، وقال سبحانه وتعالى في الحديث في القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ده فين؟ في الإخلاص. أما في الاتباع أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض البدع أشد خطرا من بعض، وفي بعض البدع أو بعض المسائل اختلف فيها العلماء هل هي من البدع أم من المصالح المرسلة، اختلف فيها العلماء، فليس كل البدع متفق عليه، فدي مسألة مهمة منه عشان تبقى أنت واخد بالك. يعني مثلا العلماء اختلفوا في وضع الخط في المسجد عشان لأجل تسوية الصفوف، هل هذا بدعة أم من المصالح المرسلة، دي مسألة اجتهادية بين أهل العلم. لكن في بدع لا شك كبيرة وخطيرة، وأخطر البدع تكون في مسائل الإيمان والعقيدة، ثم بعد ذلك في مسائل
العبادات. يقول: وما كان من خلاف بين أهل العلم في هذا الباب فكسائر مسائل الخلاف يجب رد النزاع فيه إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني مما يختلف في مسألة من المسائل، هل من البدع، هل هي من البدع أم لا، يبقى واجب الرد إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وتحفظ هنا بقى قول مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلام جميل صح. وقال: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فلذلك يعني أنت منين ما تريد أن تحتج على إنسان مبتدع أو يفعل بدعة، اسأله بس سؤال واحد، قل له: أنت بتعمله دوت كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ السؤال ده كان سبب لكثير من الناس تركت البدع فضل الله سبحانه وتعالى. سؤال بيرد في دماغي: النبي صلى الله عليه وسلم عمله ولا لا؟ طب تعمله أنت ليه؟ عارفين قصة الإمام أحمد في مسألة فتنة خلق القرآن؟ كان الإمام أحمد يقول لهم كلما نظروا، يعني أهل البدع، يقول لهم: ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بها. فقال له المبتدع: أنت ما تقول إلا ما في الكتاب والسنة، أنت ما تقول إلا ما في الكتاب والسنة، وهل الإسلام إلا هذا؟ هو الإسلام إلا الكتاب والسنة؟ فهو يريد أن يخرج عن إيه؟ عن الكتاب والسنة. ووقف أحد السلف لبعض أولئك المبتدعة فقال له: ما تقوله من خلق القرآن، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال: فهل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال الرجل المبتدع: لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا بقول له رسول الله ما عرفوش، فقال له: لم يعلمه، وعلمته أنت، أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أقلني أقلني، يعني ردي لي الأمر ثاني. فقال له: علمه أم لم يعلمه؟ فقال: علمه. فقال: علمه ولم يبلغه الناس، ألا يسعك ما وسعه؟ ها؟ يعني رسول الله معلم حاجة وما قالهاش للناس؟ يعني أنت إما بتدعي أن أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الأمة إيه؟ شيئا. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفريان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. نأخذ الأسئلة.